شوف انا بتكلم عن النصر شوي و تفضل. دائما في اليوم السيء ابحث عن شيء ايجابي يجعل يومك اقل شيء سعيد. اليوم الشيء الكويس في وضع النصر ان الفريقين اللي معه في المجموعه تعادلوا. يعني هذا يعني كان صاروا قريبين من الفريقين الثانيين، يعني لو فاز المباراه الجايه بيكون الثاني او ينافس على الصداره. ايضا المباراه خارج ارضه، يعني لا زال عنده 3 مباريات في ارضه، هذا شيء ايجابي. اليوم بعد المباراه انا تابعت طرح كثير في تويتر وفي رده فعل الاعلاميه بتغيير بعض الاسماء او ليش اخترنا فلان وما اخترنا فلان. اليوم الى نهايه دوري المجموعات هذه الاسماء هي، فاليوم يجب ان يضع الشارع النصراوي والجمهور النصراوي والاعلام النصراوي كل ثقتهم في ال30 لاعب اللي يلعبون الان. لا احد يجي يقول يا ليت معنا مرابط، يا ليت معنا برونو، يا ليت معنا شو اسمه احمد داوود، لا انسوهم. هذه النقطة الأولى، أنت خل دعمك لهذولي. اللي أنا أبغى أقوله وهذا رأي شخصي، فيتوريا ممكن يكون من أعظم المدربين اللي في العالم الآن، ممكن يكون من أفضل 20 مدرب 30 مدرب، مدرب جيد جدا ممتاز. إلى اليوم لم يمسك بمفاصل النصر، هذه وجهة نظري. النصر ما اتضح تأثيره على النصر، ما في، شوف في مدرب يجي ويخلق توليفه بسرعة، يصير الكيمياء عنده مع الفريق، ينصهرون اللعيبة، يعني يدخل مع اللعيبة بسرعة. إلى الآن النصر من جاء فيتوريا النصر قاعد يفوز بالمجهودات الفردية للعيبته، ما فيه، يعني ما حد يقلل من المدرب وكاسم وكعمل، وممكن أنه قاعد الآن يقوم بعمل كبير، لكن ما هو ظاهر للمشاهد العادي، المتابع العادي ما يرى هالثقل الكبير للأسماء وهالثقل الكبير للمدرب. ما هم وترى تصير في أندية كثيرة، يعني مدربين كبار أوروبيين في أوروبا ودربوا ريال مدريد، دربوا مانشستر ولا نجحوا معهم. إيه لا بس حنا لنا طبيعتنا، لا 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 أنا أتكلم بأمانة، يعني اليوم ولا برضو الى اليوم فيتوريا ما له بصمه واضحه في مباريات النصر. قياسا باللاعبين بالنجوم النصر قاعد يمشي بمجهودات اللاعبين، هذه وجهه نظري، ممكن اكون مخطئ ولكن هذه وجهه نظري. ما ينقص لعيبتنا وما ينقص فرقنا للوصول، هي تقريبا اخر نسختين او 3 هي اللي تاخرنا فيها، لكن من بدات البطوله الى 2011 او 2014 الهلال وراوا متى كانت هي؟ قبل 2017 قبل العام الى قبل العام، يعني كنا نصل الى النهائي. هي مشكلتنا انا اشوف انها سوء طالع في المباراه النهائيه. لو حنا نطلع من يعني زي العام كل الفرق طلعت من دور المجموعات ما عدا فريق لاعب دور 16 وطلع. هنا صح العام لازم نسال ليش طلعنا؟ ليش ما كنا كويسين الموسم؟ السنه هذه لو طلعنا من المجموعات لا، هنا لازم نجلس ولازم لكن لو نلاحظ من بدايه البطوله الى النسخه اللي قبل الماضيه كان على الاقل فريق او فريقين سعوديين يصلون الى دور 8 الى دور 4 الى النهائي. ما حققناها صح، اخر تحقيق لها كان قبل 14 سنة مع الاتحاد 2005، لكن الاتحاد لعب النهائي 2009، الهلال لعب النهائي 2014، الأهلي لعب النهائي 2012، الهلال لعب النهائي 2017. قاعدين نوصل كأندية، قاعدة توصل. عدم تحقيقها في تفاصيل صغيرة يعني في وقت المباراة نفسها، لكن الانحدار اللي صار العام الماضي في النتائج، خروج جميع الفرق من دور المجموعات ودور ال 16، السنه هذه لو صار نفس الشيء وطلعنا كلها من دور ال 16 ودور الثمانيه، لا هنا لازم نوقف ولازم نسال ولازم نعرف. لكن الفتره اللي راحت ابتعدنا، لكن لا زلنا لنا ثقلنا ولنا منافساتنا. استاذ عادل عصام الدين على